تجاوز عدد الزوار لسوق المزارعين البحرينيين يوم أمس أكثر من 27 ألف زائر من المواطنين والمقيمين والزوار من خارج مملكة البحرين الذين توافدوا على المقر في حديقة البديع النباتية سوق المزارعين في نسخته الحادية عشرة يقام بشعار أبطال المنتج المحلي والذي يعد شاهدا على الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لتوفير مختلف أنواع الدعم للقطاع الزراعي ونوه المشاركون في السوق بالمبادرات النوعيه التي تسهم في تعزيز الاقبال على السوق اسبوعيا من خلال البرامج والفعاليات المصاحبه لهذا الحدث لما له من اثر ايجابي على تشجيع المزارعين والترفيه عن الزوار من مملكه البحرين وخارجها نظرا للاقبال الجماهيري على هذا الحدث السنوي